صادق الإحساس، كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس. كن خادماً للآلاف، كن بذل المعروف، كن دايماً للإنصاف. في بسمة خير نواصل رحلتنا باختلاف محطاتها الخيرية. اليوم بسمة خير رسمت البسمة في وجه أطفال أيتام، فكان حفلاً لختان الأطفال وفرحة ستبقى راسخة للأبناء والآباء. ها هو شهر الخير يقارب على النهاية، لكن سيكون لطعم الخير بداية. هؤلاء أبناؤنا أهلنا، وفرحتهم تنسين هموم الدنيا، بل ستصغر هذه الدنيا في أعيننا، وسنكون رسالة أمل، وسنسعد لفعل الخير والناس للناس. مساء الخير مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم دائما في تقديم برنامج بسمة خير اللي طلع لكم كل يوم على قناة الجزائرية وان، وبيان سير في ليميسيون تاعنا دائما نسحقوا متطوع او متطوعه. اليوم اكسيبسيونيل ما كان لا متطوع لا متطوعه. يمكن زميلتي بشرى نقول لك مرحبا بك. الله يعيشك صحة فطورك. الله يعيشك صحة فطورك حبيبي. راني نجي ساعة ساعة انا رومبلاسيك باش تروبوزي. جيستيم انا حبيت نشكرك ونقول لك يعطيك الصحة على ليميسيون ديال المرة اللي فاتت. يعيشك. يحبوك العجايز والدراري، السر شنو هو؟ والله ما على بالي. من عند ربي سبحانه الحمد لله، هذاك هو الصح، العجايز البركه ودراري البراءه. صح قولي لي وين رانا واش جينا نديرو وعلاش رانا هنا؟ الوغ رانا في منطقه اسمها الشبشب، جايه في الغايه ماشي شباشب. صح الشبشب رانا في حصان ديفات. اليوم كاين ختان جماعي داكور، نظمته جمعيه كافي لليتيم فرع الغايه. جينا حنا دابيتود نبداو من الدخله، اليوم حبينا نبداو من الداخل باسكو شفنا بزاف. انا نحس واحد الحراره واحد الفرحه تاع العائلات. اليوم رانا ديريكت اليوم خلاص، باسكو فريمون كي دخلنا حسينا واحد الفرحه واحد الحب بين الناس بيناتهم هكا، والدراري فرحانين وصيدين يبداو منا من الوسط باش هذيك الفرحه تحسوها نتوما، وبعد نروحوا نكملوا. وعلى بالي لا بريباراسيون تاع لي سال دي فيت نساوها مالي فور فيها ماشي رجال. دوكا كيفاش نديروا باش ندخلوا ديريكت معاهم؟ واش لازم؟ صح نقول لك دوك هما سيغ عندهم واحد السمانه ولا هما يوجدوا. انا وياك قاتلنا حاجه خفيفه، حنا نديروا الحاجه الخفيفه الشابه اللي تدي الشيعه. اما نروحوا دوكا نديروا الحاجه الخفيفه الشابه اللي تدي الشيعه. اوكي الحاجه الشابه اللي تعجبهم كامل. الوغ واش جبنا؟ جبنا دي كادو. كاين دي كادو، جبنا جيرامي، جبنا جيرامي كذلك، حلويات. حلويات هما جابوها، هما جابوا. معليش ايا نخرجوا نجيب حاجه. ايا راح اروح نخرج تبع ما راكم تشوفوا. الله يبارك، ديجا بشرى بدات تخدم، بدات نبدات موالفه. قلت لكم انا مقبله تبلي هي اللي موالفه. ما عرفت ضلت تقول لي موالفه. لا موالفه لي سال دي فيت. الله يبارك. الله يسلمك. شحال من عرس خدمتي؟ على بالك زوجت ولادي ولاد ولادي رانا. بشرى وي خويا واش كاين هنا؟ واش صار لك؟ الوغ هنايا شوف، هنايا هذه هي البلاصه، بلاصه دي فيت اللي يجوا ليها الناس بكري. هنا يجوا غير الخدامات، غير اللي تنوض مع ولا تخدم في العرس اللي هي هاي جو اللي يحضروا. بطبع هنا مالين العروسه اللي جو، ولا كيما حنا دركا جو البيرسونيل تاع لا سال دي فيت انيا والبيرسونيل تاع كاف اليتيم جو. هيا نذكروا مشاهدينا نقول لكم باللي واش راكم تشوفوا هذا كاع راح يروح لولاد صغار، راح يروح للايتام. راح للايتام ان شاء الله بصحه ولهنا عليهم، وان شاء الله يا ربي يكبروا ونشوفهم في اعلى المراتب ان شاء الله. انا شفت صاحبي دركا حديد وين هذا صديقنا كاع، هذا صديق ولادنا هذا. انا نروح لوجده. ايا اطيب خير على ربي صديقي. صباح الخير. واش راك؟ صافا؟ يعطي من التحت والله الحمد لله. ها الكاميرا، قلنا اسمك واش جيت دير لهنا؟ وسمي نينو، جيت نحتفل مع الاطفال الايتام هذوما تاع الطهر. نينو؟ نينو نينو درنا وحده درنا. صح دوركم نينو نتلاقاو بعد لداخل ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو. حنا نكملوا نبريباريو مع الناس ان شاء الله، باسكم يستناو فينا الاولاد صغار. ربي يوفقك ان شاء الله. ربي يعيشك نينو. نروحوا ندجي. سمعني لي كاع. سي بون. تكلوا على ربي. شكون يعاون؟ تعاوني ولا؟ روح نعاونك. هيا ولا انت خاطك هيا. هذا الناس عطشوا. جيب ارواح اوقاف. هذا قلب اللوز ولا هذا قلب اللوز؟
كما راكم تشوفوا مشاهدينا بدينا نسربيو شويه، عاوننا الشيء اللي نقدروا عليه. درك رانا مع السيد رئيس الجمعيه مسيو عبد الله. سبقوا شفتك العام اللي فات، صح رمضانك صافا؟ الحمد لله. العام اللي فات الا شفتو رحنا عندو البريمير في الغايه، البريمير صافا الله يربي. واش عندك كيفاش يقولوا برامج حوايج درتهم؟ احكي لنا العام هذا واش درت هذا العام في رمضان. هذا العام كيما كل عام يعني برنامج خيري على مستوى السنه يمشي، بصح في رمضان بوكو بلوس تزيد الحاله باسكو في عزا رمضان تدي معنا بالوقفه تاع الامام الايتام هي الاولى. انا عندي واحد السؤال صغير وراك صغير ونسقسيك برك عليه، علاش راك دير في الخير؟ واش دير في الخير؟ والله غير سقسيته هذا السؤال البارح برك على روحي مريح في الدار راقد بالفطام. تقول انا علاش راني ندير هذا؟ علاش ندير في الخير؟ علاش خفت يكون الورا تاع البينيفول اللي واعر اللي فيه بزاف على باليش واعر بزاف صعيب وانا في لاجا تاع 25 الله يبارك ان شاء الله. قليل 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 اللي يدخل فيه، حنا دي اللي بينيفول وهذا الخير شو امنا به طلعنا به، شو القليل اللي ربي يسمي يسخروا باش يدير عبشاته خير هو صح. واش راه؟ كي تشوفي جان كيما هذا الله يبارك في عمره 26 سنه ولا 25 سنه 26 بقالي شهر وهو يداوم على فعل الخير. شوف حمزه لي جون تاعنا عندهم شوف عندهم حب الخير، شوف حنا كبرنا به بصح دي جون كيما هذو كيما قال لك الخير كاين جمعيات اللي معروفين خلاص ولات سمعه تاعهم مليحه. الانسان اللي يحب يدير الخير يلحق لهذ الجمعيات على باله ونحط دراهمو على باله. وصح كيما هضر لك على رمضان سي فغي في رمضان اللي ما على باليش اسكو ما كاش بزاف خدمه الشباب يروحوا ما على باليش اسكو باسكو كاين بزاف اللي يداوم مع الصلاه ومن بعد ربي يحسوا بلي لازم يدير حاجه خير. جو سي با علاش في رمضان بالذات، مي انا واش نقول؟ نقول يدير واحد في رمضان برك خير من اللي ما يديرش كاع حياته. بارك الله فيك يعطيك الصحه خويا. انا ماذا بيا اليوم نشوف الفرحه نشوف واش كاين حنايا، كاين ناس ثاني كعطاكم دي كادو من هنا الله يعطيك كادو صح. على بالي كاين مهمو بزاف غير بشرى نو ما غير بشرى تقدر دراري صغار هذا هو يا خاله بشرى تقدر ايه بشرى تقدر لهم مشروع زعفماني وبشرى عقبي وكامل ميكين تاع يسوى بسمه خاطر يرام وراء الكاميرا بيان سور راه مكثر منا هنايا ونقول لكم صحة عيدكم وكل عام ان شاء الله تلقاونا وماشي غير في رمضان. غير قال لي صحة عيدكم انا فرحت بزاف واش راه رانا نوطر على دراري باش يشوفوا الفرحة تاع النهار بيان سور هاي تبع الكرام لون بيوسع دراري صغار ويا سعد ويا فعل خير ويعطيهم الصحة كامل يا رب نفرحوا ولاد صغار. بشرى احكي لنا على لومبيونس تاع اليوم. والله العظيم غير اليوم لومبيونس تاعها ما نقدرش نعبر لك كيفاش صافي بليزير وكيفاش صح كي نشوفوهم فرحانين كيفاش نفرحوا بلا ما تفيق العمر كي خالفك تضحك معاهم فرحانين صح بنتي صح. قولي لنا واش رايك في الحفلة كومبلي التنظيم تاعها ملي جينا لهنا ما شاء الله رحبوا بينا ما شاء الله يعطيهم الصحة جمعية كافل اليتيم يعطيهم الصحة كامل الناس اللي ساهموا يعطيهم الصحة الناس تاع لاصال دي فات اللي اسمها انيا صال دي فات انيا برافو صال دي فات انيا يعطيكم الصحة على هذه المبادرة ان شاء الله نشوفوا مثل هذه المبادرة تاع شاك فوا شاك فوا دو توت فاسون سا مونك با في رمضان بزاف جمعيات يديروها فيعطيكم الصحة وان شاء الله ربي يقدرنا دائما دائما باش نزرعوا البصمة بالسماء في وجه هادو باسكو هادو هما الجيل المستقبل هادو هما اللي رايحين يرثوا بلادنا وهادو هما اللي رايحين لا من صغرهم كانوا فرحانين يكبروا هاي لي هادي ختيتك يا ربي احنا ديالك كيما راكم تشوفوا بشرى الله يبارك يحبوها بزاف دراري صغار فرد بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام حقنا الى نهايه عدد اليوم يعطيكم الصحه اللي تبعتونا. الموعد وقتاش بشرى؟ موعد في حفله وحده.
راكي ما هديتش بالها. الموعد غدوه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. على قناه الجزائريه 25 دقيقه سنه كل يوم. يعطيكم الصحه، تهلاو في روحتكم. اي واحد حب يشارك معنا ما عليكم غير ترسلونا عبر صفحه الفيسبوك ليلة الظهر اسفل الشاشه. على خير. يا صادق الاحساس كن قدوه للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، كن خادماً للآلاف، كن بذل المعروف، كن دايماً للإنصاف.